البعثة واستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أبطال مصر العائدين من بطولة ألعاب البحر المتوسط بعد عودتهم من إسبانيا، والذين حصلوا على عدة ميداليات ومراكز متقدمة في تنس الطاولة وألعاب القوى والملاكمة. وقدم وزير الرياضة الشكر لأبطال مصر مؤكدا ضرورة استكمال مسيرة البطولات نقلا لهم. تحيات طبعا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ودكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مؤكدا على فخره واعتزازه بكل الجهود التي بذلوها لرفع اسم مصر في البطولة بعد أدائهم المشرف. اللجنة الأولمبية وأبطال مصر الأولمبيين اللي شرفونا من 45 دولة، راية مصر كانت عالية جدا، فإحنا بنهدي الفوز دوت بالنيابة عن وزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة الأولمبية، فبنهدي لسيادة الرئيس والشعب المصري. الفرح ده يمكن مع 30/6 المناسبة السعيدة جدا على كل مصري. أعتقد كل المصريين زي حالاتي كده فرحانين بالإنجازات الكبيرة اللي موجودة. محدش حط دوت شبلين لأهل الشباب بتاعه، خلاص أهله. المرة اللي فاتت كان قدامه سنك فكان بيدخل بالفريق نمرة 2، المرة دي كله دخل بالفريق نمرة 1. المنافسة كانت شديدة جدا جدا، أما ناخد في الجمباز، أما ناخد في السباحة، أما ناخد، يعني ما كانش في يوم من أول الدورة لغاية آخر الدورة إلا كل يوم في 5 6 7 ميداليات. يعني لو نقسم 45 ميدالية على عدد أيام الدورة هتلاقي إن في كل يوم متوسط 5 ميداليات بتجيبها مصر. ده بأقل الإمكانيات اللي كانت موجودة، إنما بدعوات المصريين الحقيقة، يعني ببركة المصريين وبركة البلد دي، الناس عايزة تفرح. ده توفيق من عند ربنا، كان ممكن بجديد إحنا عملنا كل اللي عندنا، بس إذا ما كانش حليفنا التوفيق ما كناش هنجيب الميداليات دي. طبعا دي الخطط موضوعة، إنما في الرياضة ما فيش حاجة اسمها خطة موضوعة. إذا التوفيق جه معاك، ربنا عايز يفرح البلد دي في الوقت 30/6 في العيد الكبير ده، في الإخفاق بتاع بعض الحاجات التانية. إن شاء الله ربنا يطلعنا من أي حاجة بالتراضي. لو نشوف عدد الناس اللي طلعت رابع وخامس، ودول برضه مش كل واحد خد ميدالية، هو البطل برضه اللي طلع الرابع ده كان قريب من ميدالية، اللي طلع الخامس ده كان قريب من ميدالية. فقصدي المنظومة كلها مكتملة كويسة، النتائج أحسن ما إحنا كنا متوقعينها. توفيق ربنا كان معانا، دعوات المصريين معانا، كل حاجة معانا، مفيش حاجة أكتر من كده. طبعا لأول مرة في تاريخ الملاكمة المصرية إن مصر تحرز على 3 ميداليات ذهب، وحصل أيام وليد سعيد وزن 69 كيلو، وعبد الرحمن عراب 81 كيلو، ويسري رزق زائد 91 كيلو. دي كانت سبب من الأسباب اللي ثبتت مصر في ترتيب العام الخامس، وأيضا إن مصر الملاكمة تطلع المركز الأول على الدول المشاركة، يعني قبل إيطاليا، قبل فرنسا، قبل تركيا، قبل أسبانيا، فدي كانت حاجة كويسة أوي. كنا معسكرين في مدريد قبل البطولة ب10 أيام، وبعد كده طلعنا على البطولة، والحمد لله ربنا وفقنا بـ3 ذهب. طبعا أصعب لحظة كانت وأنا بلعب اللاعب الفرنسي المصنف عالميا رقم 6، وكسبته 5-0. هذه كانت أجمل لحظة في البطولة، يعني كان دور قبل النهائي. أصعب لحظة كانت النهائي. بالنسبة لتنس الطاولة، يعني في بلاد كتير على البحر المتوسط مستواها عالي قوي في أوروبا، وكمان في كان صينية مجنسة لموناكو، فكان بالنسبة لنا الماتشات ما كانتش سهلة قوي. فيعني الحمد لله ان الواحد يكسب في وجود الناس دي كانت حاجه حلوه، الحمد لله. اولا ما حضرناش العيد هنا، يعني كنا معسكرين في اسبانيا، فقبل اخر 10 ايام في رمضان كنا هناك في مدريد في معسكر مغلق مع منتخب اسبانيا. الحمد لله عملنا معسكر علينا بيه مستوانا في ال 10 ايام اللي قعدناه، وبعد كده رحنا برشلونه البطوله. كانت اجواء طبعا ضغط نفسي كبير علينا، والبطوله كانت قويه وفيها دول قويه، بالذات الملاكمه دخل فيها الاحتراف الفتره الاخيره، فكان كل الملاكمين اللي بيلعبوا احتراف. الحمد لله طبعا انجاز كبير جدا ان احنا نجيب 3 ميداليات ده عمرها ما حصلش في تاريخ الملاكمه المصريه. فالحمد لله يعني قدرنا نحقق انا وزميلي وليد وزميلي اسري 3 ميداليات ذهب. تشهر ميدالية ذهبية و11 فضية و16 برونزية، حصيلة كبيرة. يمكن الأهم والأبرز في الدورة دي إنه إحنا كمان رحنا لرياضات عادة ما كانش مستوانا فيها بالشكل الكبير، أو صحيح. اللي ينافس مع دول كبيرة زي إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وتركيا في هذه المجالات، زي تنس الطاولة، الجمباز، الملاكمة حصدنا فيها كمان، حصدنا في كمان الكرة الطايرة. يعني قدرنا ان احنا مجموعة من الالعاب المختلفة ما بين طبعا الرياضات الفردية والرياضات الجماعية، وده انجاز كبير جدا لمصر.